شفنا العرض فيلم زهرة ده من فعاليات مهرجان إيمد غاسان السينمائي الدولي في طبعته الرابعة. هل ممكن نعرف قصة الفيلم؟ أكيد المشاهد يحب يعرف. قصة الفيلم بون زهرة يطرح قضية فلسفية بين الموت والحياة بمنظور تاع واحدة صغيرة اللي أمها تموت لها، وكي تكبر تجيها في ديكوفري باللي الإنسان مخلوق بالتراب، وهذه القضية تقعدها في راسها حتى اللي تبغي تصنعها غير بالتراب. شوف نقول لك البراءة، هذا هو التخمم تاعهم. وأنا عبرت في 15 دقيقة عن الحياة والأمل والإيمان وأصل البداية والنهاية برمزية جميلة، والتفاهم معنى الميلاد بكثير من الحرية. وبقول على سبيل الكوميديا كما حنان بو خاتمي ممثلة من المسرح عطيتها سيناريو افون تروا موا وهي تقرا وتحفظ السيناريو. حبيت نعرف كيفاش كان اختيار كاستينغ، اختيار ممثلين؟ اختيار كاستينغ كما يقولك سينما بروفيل، بروفيل هو اللي انا كي خيرتها زدتها سيناريو وكانت تقرا مع ماماها في الدار وكاع، تحيات لي لها حنان بو خاتمي، كانت تحفظ السيناريو وحفظاته وشغل عاجز القصه، كانت مع امها تخدم كاع لي بيرسوناج مع امها، وابري زد ديريجيناها وكانت في البريباراسيون تاع السيناريو شويه واعر شويه. نغبنا السينما والله ما سهله، سيرتو الانديبوندون في المستقل، خاص في المستقل والمدعم مش كيف كيف، فهمتيني اختي، شويه غبينه. جوستومون هذه اللي حبيت نعرفها بين الافلام المدعمه والافلام المستقله، سي كوا البروبليم اللي راهو صار؟ بروبليم المستقله في الاخراج يتقلشوا عليك، يعيوك، يطردقوها لك، وشغل تقريبا ما يقيموكش، بصح المدعم لا، كاع يحوسوا يخدموا معاك. هذه هي نطلب ان شاء الله، انا عندي انتاج جديد ان شاء الله، ونطلب ان شاء الله بالك كش ما يدعمونا، ولا ان شاء الله نقدموا حاجه شابه ان شاء الله ما خير.